السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة يا رب، والله يديم عليكم الأعياد في كل المناسبات إن شاء الله. صباح الخير نايم. صباح النور أختي حنان، ونقول لك كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتك إن شاء الله. آمين وياك يا رب. الله يسلمك. حياكم الله معنا مشاهدين شاشة تلفزيون قطر، ونرحب فيكم في برنامجكم برنامج عساكم من عوادة. يعني نقول لكم كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعاتكم، والله يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وفرح وسرور على الجميع بإذن الله. حنان، يعني أجواء العيد أجواء فرح، أجواء عائلية جميلة الصراحة قاعدين احنا نشوفها جدا. وتعرف اللي عيننا على مكة، ننتظر سلامة رجوع الحجاج بالسلامة، الله يردهم لنا إن شاء الله سالمين غانمين يا الله يا ربي ويتقبل طاعتهم. فعلا الأجواء في عيد الأضحى قلوبنا متعلقة بمكة. صحيح. والله يكتب لي يا رب، ويكتب يا لك رب. ويكتب للمشاهدين. آمين يا رب. السنة الجاية نكون احنا من نكون معاهم بإذن الله. فقلوبنا متعلقة بمكة، فطول الوقت ما بين التكبيرات وما بين فرحة العيد، وأيضا انتظارنا وشوقنا لرجوع أهالينا من مكة. أكيد، يعني فعلا بالإضافة إلى ذلك هذه أجواء روحانية أجواء إيمانية. يعني اليوم من المظاهر الجميلة اللي احنا قاعدين نشوفها في أجواء عيد الأضحى المبارك جلوس الأهالي أو الأسر أمام الشاشات التلفزيون ومتابعة ومشاهدة بيت الله الحرام. هذه الأجواء الجميلة، ومثل ما ذكرت زميلتي بإذن الله نسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته هذه الأعمال بإذن الله، هم يرجعون إلى أوطانهم بالسلامة. وأنا أنتظر أي حد يجي من مكة يجيب لي هذه الكاميرا الصغيرة أو ذيك اللي ما تغير تفتر. ولا لا؟ لا لا حين أحبها اللي تفتر كذي، ولا السلسلة اللي فيها الله. جميل. يعني حنان نبغي نعرف إحنا أول يومين نبغي نعرف أجواءك في العيد، كيف كان العيد معك؟ أجوائي في العيد أول يومين طبعاً حلوة أجواء البيت الكبير اللي الكل يتجمع فيه، يمعة الأهل، يمعة اليهال، سالفة العيادي. أنا بعطيك بس لازم تعطي ولدي. قول حق إيه يعني. قول حق أمك ترى أنا أعطيتك عيدية. أنا أعطيتك عيدية بس أنت لازم تعطي حق ولدي. وين عيدية؟ ولا أقول لهم وين عيدية ولدي؟ جميل جميل. يعني فعلا هذه الفرحة إحنا قاعدين نشوفها على يعني أجواء، أو خلينا نقول هذه أجواء الفرحة اللي إحنا نشوفها على وجوه عيالنا من خلال هذه الأيام الجميلة، أيام فرح مثل ما إحنا ذكرنا، أيام فيه فعلا يعني الزيارات العائلية. يمكن في أشخاص صار لنا فترة ما شفناهم في مثل هذه المناسبات، يعني فرصة أن احنا نشوفهم ونسأل عنهم. فأكيد يعني مثل ما ذكرنا لكم بإذن الله هذه الأيام تكون أيام فرح وسرور عليكم بإذن الله. شنو جدولك أنت بالعيد؟ طبعا أكيد يعني مثل كل عادة احنا مثل هذه المناسبات سواء كان في عيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك، احنا عندنا يعني الزيارات العائلية أو خلينا نقول المجالس. هذه واحدة من الأمور المهمة، خاصة احنا عندنا في الثقافة القطرية نحافظ كثر ما احنا نقدر على الهوية الوطنية من خلال حضورنا لمثل هذه المجالس. اليوم احنا نعتز لما احنا نشوف عيالنا والصغار والشباب يهتمون ويحافظون على لبس الثوب والغترة من صغير لين كبير. يعني وين ما اليوم يمكن احنا صرنا معروفين ومشهورين بين دول الخليج أو الدول العربية ان شباب قطر يحافظون على هويتهم الوطنية. فعلا أنا لاحظت هالشيء في السوشيال ميديا، كل اللي يجونا دائما يصورون عيالنا أن شوفوهم ما شاء الله في كامل صحيح. زينتهم
الله يحفظهم يا رب. أكيد، يعني واحدة من الأجواء في عيد الأضحى المباركة والأعياد حنان أن احنا نشوف اليوم إقبال كبير من الناس أو المقيمين أو حتى الزوار اللي يجون لدولة قطر على المطابخ أو الأكلات الشعبية. والله حتى احنا نبي أكلات شعبية، يعني أول يوم العيد إذا ما في عيش ولحم مو بعيد. سنحن قبل ما يعني نتكلم أكثر عن المطابخ والأكلات الشعبية، إيش رأيك معاك ومع المشاهدين ونروح نسمع هذه الأغنية ونرجع؟ يلا شوف معاكم ونرجع. قد عاد من جديد فلترفع النشيد، اليوم يوم عيد والكل في رضا، فلنفتح الستائر نحيي كل زائر، نستقبل البشائر وننسى ما مضى، وتفتح الأبواب وخلف كل باب سعد بدا ينساب ويعلو للفضا، يا شمس صبح العيد يا فرحة تزيد، والطفل من بعيد يغني للمدى، لا ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى لا لا ليلى ليلى لا. ونحن كل عام بالحب والسلام سننتقي الكلام، وخلفنا الصدى نغني في سرور، والفرح في سطور والعطر والبخور يفوح كالندى، ونسمي العليل في صبحي الجزيل، وكلنا جميل كل على حدى، قد عاد من جديد فلترفع النشيد، اليوم يوم عيد والكل في رضا، لا ليلى ليلى لا. الفنان عايل من أحد الفنانين القطريين المتميزين للفترة الأخيرة، ترك بصمة جميلة في مجال الأغنية، لكن هذا ما يمنع أن نرجع على سوالف الأكل. أنا يعانى يعني فعلا حنان، يمكن إحنا قبل ما نسمع هذه الأغنية تكلمنا عن اليوم الإقبال الكبير اللي إحنا قاعدين نشوفه من الجمهور أو الزوار على الأكلات الشعبية أو المطابخ الشعبية. حتى عيالنا نايف أكيد، يعني حتى في المناسبات مثلا بتلاقي يسأل شنو الغداء، في هريس إذن، في مضروبة، نبي عيش ولحم. صحيح، يعني فعلا يعني حتى في الأكل ولله الحمد نشوف أن احنا يعني محافظين على هذه العادات والتقاليد، لكن نبغي نشوف احنا يعني نعرف عن مطاعم جديدة. إذا عندك تعرفين مطاعم جديدة عندهم الأكلات الشعبية؟ الشعبية الحين وايد المطاعم، بس اليوم جمعة وأهل قطر دائما يوم الجمعة يأكلون عيش وسمك. صحيح أكيد، يعني إيش رأيكم مشاهدين الكرام نشوف معاكم هذا التقرير اللي يتكلم عن المطابخ الشعبية أو الأكلات الشعبية، ونرجع لكم إن شاء الله. بدأت المطابخ الشعبية في إعداد الموائد استعداداً لتلبية طلبات زبائنها خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك. مستعدين من قبل فترة من العيد، يعني أقلها 3 يوم، فبنحاول نشتري كل الاحتياجات اللي بنحتاج لها في العيد، لأنه حكون في ضغط زيادة الخضار، وبنختار الزبائح للكستمر. من خلال تحضير مختلف أنواع الأكلات الشعبية كالهريس والبرياني والمجبوس وطبخ الذبائح لتقديمها للأهالي في بيوتهم،
احنا قبل العيد بشهر وقفنا استلام طلبات، يعني لانه الاقبال زايد على الطلبات، وصلنا الحد الاقصى للطاقه بتاعتنا التشغيليه. يعني اقبل الناس وخاصه زبائن المطعم بوضع طلباتهم، كما ان بعض المواطنين لا يقومون بطبخ الطعام في منازلهم ويفضلون طلب الولائم من المطابخ الشعبيه والتي تقوم بدورها على اكمل وجه. كل سنة أنتم طيبين، وإن شاء الله العيد ينعاد علينا وعليكم، ونحلني الأمة الإسلامية بصورة عامة، نقول لهم عيد أضحى مبارك عليكم، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم والأمة الإسلامية في خير وأمن ورخاء إن شاء الله. طبعاً العيد ما يكتمل عندنا إحنا إلا بالمجوهرات وأيضاً بالإكسسوارات. حلونا إحنا نتزين في العيد بالذهب، بالمجوهرات، بالإكسسوارات، بالأشياء الحلوة. بتلاحظ نايف ترى حتى البنات الصغار أول ما يجون يعيدون عليك بتلاحظ أن هم فعلاً لابسين وكاشخين بالإكسسوارات، أو مثل ما قلت لك بالذهب، وزينتهم تكتمل مع فرحة العيد. عشان كذي احنا اليوم معانا ضيفه في الاستديو هي لها في مجال المجوهرات، او احنا نقدر نقول عنها مصممه مجوهرات، اسماء السعدي. صباح الخير وكل عام وانت بخير. صباح النور، عيدكم مبارك علينا وعليكم، عليكم بالخير والبركه ان شاء الله. الله يسلمك، واحنا سعيدين بتواجدك معنا اختي اسماء. ويعني فعلا مثل ما ذكرت زميلتي، اليوم اهتمام كبير من الصغير الى يعني بناتنا الى الكبار، كذلك حتى الشباب اليوم عندهم اهتمام في المجوهرات، ولكن في امور يعني سواء كان في امور ثانيه مثل الساعات او الازره او الاقلام، في امور كثيره. فاليوم يعني الكل يهتم في شكله، في ملابسه، في صحيح مظهره الخارجي. لكن اليوم انت كونك كمصممه مجوهرات اختي اسماء، أهمية أن الواحد يهتم في مثل هذه الأمور؟ هو الأهمية على حسب الشخص. في ناس عندهم يعني أن مثلاً مثل ما أنت تفضلتي وتكرمتي، الأعياد عندنا شيء مهم أن يشترون قطعة مميزة، هاي حق فستان العيد، هاي حق لبسة العيد. في ناس أن يشوفون هنا لا، مو مجرد كماليات بس. الحين أن بعد أضيف على كلامك على سالفة أن الإكسسوارات الرجالية، صار الحين حتى عندنا بالفعل في حتى رجال يطلبون ديزاين معين حق أزرار مثلاً، إحنا نبي بها ديزاين، نبي بها الشكل. فصار الحين كأنه جزء مهم أكثر مما قبل كان ممكن كماليات، أو في ناس ما تعدها مهمة، فصار شيء مهم الحين. نعم. تذكرين أول قطعة صممتيها؟ أول قطعة صممتها كانت، شوفي متذكرة من زمان، يمكن تاريخ تقريبا تقولين 2015. إنزين كنت مسوية سلسلة، يعني هي بسيطة كانت وايد، أنا كنت حابة السلسلة تكون طويلة فيها حبات لولو ملونة. إنزين اللولو الأسود والأبيض، وهاي كانت وايد ناعمة، فيوم لبسها الكل كان ان انت من وين جايبته هاي. فهو انه ما كان في جاي في بالي انه لا انا مسويه انجاز او هاي، لا فكره حبيتها وطبقتها. نعم. ومن هني بدا المشوار. جميل. طيب يعني جوابك على هذا السؤال اختي اسماء، يعني خلينا ان احنا نتكلم عن شلون قدرتي انك انت تطورين من موهبتك. اكيد لازم، انت محتاج لكورسات، محتاج لدعم، محتاج تفهم الموجود في يعني المجوهرات. احنا ما نجي نشوفها بس شكل، هو في عندك كذا شيء تدرسه، عندك التصميم، رسمات شلون ترسم، الالوان كيف تستخدمها، عندك انت الاحجار بانواعها لازم تعرفها، عندك انت الالماس بعد نفس الشيء، فيها تصنيفات، في كذا الذهب، احنا عندنا كذا عيار، ما عندنا يبتدي من ال 24 لينتهي لل 14، الحين حتى حاليا دارج ال 14 كترند او موضه اكثر حق البنات الصغار في السن او المراهقات، وهي كلها يندرس يعني. نعم. واضافه الى هاي القراءه اكثر،
لازم واضح. أنت تكون متبع الموضة، تشوف شنو الآخر الشغلات الجديدة اللي نزلت عشان تكون مواكب حق الشغل اللي تشتغله. أستاذة اسماء، متى يقل قيمة الألماس؟ شوفي يعني أحياناً مثلاً يكون نفس الخاتم بس هذا مثلاً نقول لنفترض مثلاً يكون بـ 4000، هذا يكون بـ 1000 ونفس حبة الألماس. لا، هني أنا أخالفك الرأي. الألماس في عندك تصنيفات. شلون عندك أنت؟ إحنا نعتمد على ثلاث أشياء: الكات، الكلاريتي، الكالر. هاي ثلاث أشياء. بمعنى أن القصة مالت الألماس الشكل مالها شلون، عندك درجة نقاوته، عندك اللون يبتدي من الأبيض لين الأصفر، درجات الأصفر كلها. فهني عندك هني يختلف المقياس. على هالأساس يتم تقييمه، وبالذات عندك الكرت، الحجم، الوزن. هاي أنا بعد ما نسيت أذكرها لك في البداية، كل ما كان القراط أكثر كل ما كان زايد سعره، وإذا كان مشهد هني بعد تكون قيمة إضافية حق الألماس نفسه. نعم. طيب أختي أسماء، اليوم إحنا يعني نشوف مع انتشار البراندات العالمية نشوف فيه اهتمام كبير من الشباب أو البنات، يعني رغبتهم باقتناء مثل هذه البراندات العالمية. صحيح. هل فعلاً مع ظهور ومع انتشار هذه البراندات العالمية صار عزوف أو صار في قلة من يهتم ب يعني حصول على المجوهرات أو الذهب؟ شوف صراحة أنا معاك في هاي النقطة وايد. بالفعل صحيح. يعني أنا ما بقول لك هو الأفكار اللي تجذبهم أكثر دائماً البراندات. ليش؟ أنه معروف فما يفتكر. بس لو أنت بتيجي حق القيمة بالفعل يمكن القيمة ما تساوي كثر الاسم نفسه. يعني هو العادة دائماً لما الناس تلجأ للبراندات هم يشترون الاسم أكثر من القطعة نفسها. القطعة يمكن ما تكون تسوى هالقيمة اللي هم دافعين فيها. فمثلاً إحنا كان يجونا يعني الأمانة يعني الزباين في المعارض وكذا لما يجون يسألون نسيم بس أنت هاي قطعتك مثلاً أكبر من البراند الفلاني أو شغلتك مبين في وزن أكثر أو أحجار لها قيمة أكثر من هاي، قلهم إحنا نشتغل على الموجود عندنا، هم يبيعون لكم الاسم. فمو بالكل لحين فاهم هاي مثل ما تقول الكونسبت أو المفهومية هذه. لا. أيضا درجة نقاوة الذهب تفرق في البراند عن الذهب العادي. يمكن أنتم تستخدمون 21 أو 22 أو مثل ما تفضلتي 24. البراندات دائما يستخدمون ذهب 18 أو مثل ما نقول ذهب الإيطالي. أيوة. أي. هو ليش أنا بقولك الذهب 18 يكون شغلة أسهل في تركيب الألماس. البراندات ما تتعامل إلا بالألماس، ما تتعامل مثلاً بأحجار بسيطة أو مثلاً زركون أو مثل ما إحنا شغلنا. يعني إحنا شغلنا العادة الخليجي أو العربي الشعبيات نعتمد 21، فهو ما بيكون في تركيب أحجار. الألماس ما يركب إلا على 18 أو الدرجات الأقل. فعشان كذي. نعم. طيب أختي أسماء، يعني مثل هذه المناسبات، عيد الأضحى المبارك، عيد الفطر أو المناسبات اللي فيها فرح وسرور، دائما نشوف أنه يكون في يعني تصاميم جديدة. إذا جينا نبغي نتكلم أو نسأل، هل في تصاميم جديدة لهذا العيد؟ هذا العيد شوف دائما إحنا نركز أكثر شيء على الناس اللي جايين من الحج طبعا. فدائما هم يدورون الشغلات اللي تناسب مثلا الحجاج الجايين لما يهنونهم يكون جايين من الحج، شنو ممكن نودي لهم هدايا، شنو نقدر نجيب لهم. فللأمانة الأكثرية يكون تركيزهم على الشعبيات أو الشيء الخليجي أكثر أو اللولو. أنا صراحة شخص وايد أحب اللولو، حتى في اللقاء قبل كنت ذاكرة الموضوع اللولو. فبالفعل أكثر شيء يمكن ممكن يركزون على اللولو. نعم. مع الذهب. لو نرجع للسنوات الأخيرة نلاقي إقبال السيدة القطرية على الذهب بالذات قبل شهر رمضان الفضيل، نلاقي إقبال كبير كبير أنها هي تقتني لو قطعة واحدة. صح. جديدة حق رمضان. صح، هاي كلامك صح. هو أنت عارفة إحنا في رمضان ما شاء الله تكثر العزايم وعندك الغبقات، الفطور، الكذا. فما يعني هو في يعني حتى يعني ما شاء الله احنا الحريم عندنا تحبون تأنقون. طبيعة المرأة القطرية تحب تتأنق
ما تحب تروح مكان ما تكون بارزة أو مميزة في مظهرها، في القطعة اللي هي بتلبسها وكذا، فهاي شيء طبيعي. إلا ما تحصلينها في رمضان مثل ما قلتي، أبسطها تكون شعر قطع، فيكون الإقبال أكثر شيء قبل رمضان وش يسمونه قبل عيد الفطر، هاي أكثر فترة يكون في السوق مزدهر عندنا. نعم. طيب أختي أسماء، يعني إحنا نبغي نستغل وجودك معنا، خاصة إن صار لك فترة طويلة في هذا المجال. اليوم إحنا عندنا بنات وعندنا أشخاص هم مهتمين في هذا المجال، وأكيد هم حابين إن يطورون من خلينا نقول تصاميمهم أو من مهاراتهم في هذا المجال. كلمة حابة إنك أنت توجهينها لهم في هذا المجال. لازم أول ما يبتدون يحطون ريلهم في كورسين مهمين يأخذونها، الإدارة المالية والأحجار الكريمة. إحنا عندنا هني للأسف أخوي يعني شوي عندنا، ما بقول أن ما عندنا المعلومات الكافية في الأحجار الكريمة أو في أنواع الألماس. إحنا عندنا ثقافتنا أكثر شيء معتمدة على الذهب واللولو، فحلو يكون تركيزهم يتوسعون عيالنا في هالمواضيع، أو يكون تركيزهم في هالمواضيع، منها مجال جديد ينفتح ومنها يكون فاهمين في هالأمور. أستاذة أسماء السعدي مصممة المجوهرات، ألف ألف شكر لك. العفو، تشرفت بحضوري معكم، وصراحة كان مقابلة حلوة خفيفة ولطيفة منك. الله يسلمك، وأكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح بإذن الله. إن شاء الله. الله شكراً، يعطيكم العافية. حنان، يعني في أجواء عيد الأضحى المبارك نشوف الناس تهتم أن هي يعني يكون عندهم طلعات عائلية أو طلعات شبابية في أماكن عديدة. اليوم إحنا عندنا فعاليات كثيرة، إحنا اليوم عندنا ممكن الواحد خاصة في مثل هذه المناسبات يروح لها. يعني واحدة من هذه الفعاليات أو الأعمال عندنا مسرحية السحر الأسود على خشبة المسرح عبد العزيز ناصر، أكيد من بوجود يعني ممثلين كبار في هذا المجال، عبد العزيز المسلم. فهذه فرصة للجميع اللي يحبون المسرحيات وهذه الأجواء أنهم يتابعون ويشاهدون هذه المسرحيات. تفاصيل أكثر ونشوفها معكم في هذا التقرير ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر، عيدكم مبارك. من الأمور الجميلة استغلال فترة العيد بوجود أيضا مسارح يحييها المسرح الكويتي ومسرح السلام بالتحديد، والفنان عبد العزيز المسلم والنجوم الكبار اللي موجودين معه من خلال مسرحية تعرض على مسرح عبد العزيز ناصر. راح نلتقي في الفنانين وراء الكواليس ونشوف استعداداتهم أدوارهم وش كثر أيضا يعني لهم وجودهم في هذا المسرح وفي قطر. مسرح الجماهيري، وتلتقي أيضا اليوم مع الشعب القطري. أول شيء يعطيكم ألف عافية، أنا جدا سعيد، هذه مو أول تجربة لي هنا بقطر كمسرح، وجدا متشوق يعني على أول عرض، أن أول احتكاك مع الجمهور بقطر. إن شاء الله قاعد نقدم مسرحية السحر الأسود، مسرحية عائلية رعب تحمل قيم قصة، تتكلم عن الشخص اللي شلون أقولها يعني ما يؤمن باللي الله كاتبه له. إنسان شلون طماع، إن الله كاتب لك شيء تطمح أرضى فيه، أرضى فيه، أرضى باللي الله كاتبه، فإنسان طماع. هذه مقولة المسرحية. أخوي عبد الله المسلم، غير أن أنت مخرج أنت أيضا ممثل، فنبي نعرف الشخصية اللي قاعد نشوفها في عينك. صراحة شخصية الساحر اللي يواجه صعاب بشغله ويضطر يروح اتجاهات معينة غير المعتاد ويوصل الرسالة صح للناس، أن كل اللي أنا أسويه هذا غلط. يعني أنت تدري أنه غلط وتقول حق الناس ترى هذا غلط؟ طبعاً، شلون يتوعون؟ لازم يشوفون الغلط قدامهم وشلون يصير. سنوات من الخبرة تعطين في هذا المجال، شو الجديد السنة؟
السنة هذه مشاركتي مع الأستاذ عبد العزيز المسلم والنخبة من النجوم، هذه أول مشاركة لي مع مسرح السلام، وأول مشاركة خارج الكويت أيضا في قطر، تكون أول مشاركة خارجية. متعودة أن أنا دائما مسرح أكاديمي، فأنا وايد مبسوطة في هذه اللي متعود على الأكاديمي صعب شوي يتعامل مع جمهور يحتاج الضحك، فهذا سؤال وجه لك ويوجه الجمهور، هل المسرحية تضحك ولا لا؟ أكيد فيها قفشات كوميدية لابد، وعلى فكرة حتى الأكاديمي، لكن اختلاف اللغة العربية. أستاذ باسم، أنت مقرب على مسرح السلام والتعاون مع أستاذ عبدالعزيز المسلم، تجربتك السنة؟ إن شاء الله العمل يكون جميل، ونتمنى من جمهورنا القطري يشرفنا ويشوف الإبداعات اللي موجودة في هذا النص الرائع من إخراج أخي وزميلي عبدالعزيز المسلم. طبعا معروف مسرح السلام بإبداعاته، ومعروف بنصوصه اللي قدمها دائما، لها أهداف ولها يعني جوانب طبعا قيمة وجوانب أسرية أيضا، فنتمنى الحضور وإحنا على استعداد. خليون يشوفون شغلات الأكروبات، يشوفون الخدع البصرية، فنتمنى إن شاء الله يفوز جمهورنا على نفوز إحنا بالجمهور. وزون أنتم بالجمهور. شكرا. وترني أستاذ عبد العزيز واقف قدامي، احنا مستعجلين عندنا مسرح. قطر هي جزء من المسرح العربي والخليجي، جزء من المسرح الكويتي، ما تبدأ تجزئ مسرح كويتي أو مسرح قطري. فأنا على سؤالك شلون شفت الدوحة؟ أي بعد السنة كل سنة هني. ما شاء الله هذا هو كل سنة ما شاء الله تشرفنا. كل سنة هي كل يوم، كل يوم شيء جديد، كل يوم إبداع جديد، وكل يوم شباب طموح يبني هالوطن ويبني الأنفس. وإحنا يعني مسرحنا أساسا يهتم بالمحتوى، وإحنا مكملين سواء كنا بالكويت أو في الدوحة العزيزة أو في جميع دول المستعاون، يعني نهتم بالمحتوى والقيمة والقيم الإسلامية الأخلاق. هذا اللي تعودنا عليك فيه، ونشكرك ونقدر أن أنت كإنسان فنان قاعد تعطي قيمة مضافة للجمهور. الحمد لله الجمهور ترى يعي هذا، وهو ما شاء الله وبدأ يقيم وبدأ يعرف. من العيد اللي فات ما يقولوا لي بتجي الدوحة ولا متي جاي، لا واثقين. لا طعس الذكاء، علي مسرح بتعرض، علي مسرح يعني ياي. فهذه نعمة من الله أشكرهم. فنان شيء ما قنبر، بنعرف شو الدور اللي تميزين فيه وسط النجوم اللي موجودين اليوم في المسرحية. دوري فيه للأمانة هالسنة جدا بسيط، يعني أطلع في أدوار مبسطة، كونني أنا أكثر شغلي وراء الكواليس كمساعد مخرج ثاني. يمكن كأول يوم في حضور الجمهور الكبير، خصوصا جمهور قطر، يعني من محبين مسرحية السلام، من محبين مسرح عبد العزيز المسلم فنان القدير المتميز والأبطال المتواجدين، فأكيد يعني راح يكون في رهبة كبداية، لكن لما نشوف الجمهور متواجد معنا نستمتع ونستانس. طيح الرهبة طبعا. أكيد شو اللي تميز في مرام في هالمسرحية؟ يمكن الدور، وهو الأساسا بالدور، اسم الشخصية شريفة. شريفة إنسانة بسيطة، ما حصل لها نصيب بالزواج. بعدين أنا ما بحرق القصة، في دراما وايد، لأن أنت تعرف اسم المسرحية السحر الأسود، اللي ينسحر المفروض هو زوجي ويشوفني إني. خالد ربيع، اليوم وجود عنصر من قطر يمثلنا في المسرح الكويتي وفي قطر، شنو لك؟ كل عام وانتم بخير. احب اشكر الفنان عبد العزيز مسلم تحت الفرصه والمشاركه بالمسرحيه السحر الاسود، وان شاء الله راح تشوفون عمل ضخم، رعب كوميديا في نفس الوقت، بمشاركه النجوم طبعا، فان شاء الله راح تشوفون ان شاء الله عمل يليق فيكم ان شاء الله. كنا بدأ الحين؟ اي نعم، لازم اروح. موجود في المشهد الاول؟ اي نعم ان شاء الله. كوميديا ولا؟ لا ان شاء الله نشوف. حياكم الله معنا مشاهدين الكرام، مستمرين معاكم في برنامجكم برنامج عساكم من عودة، وحلقة ثالثة لهذا البرنامج. من جانب آخر، يمتلك كل إنسان قدرات خاصة
تجعله مميزا عن غيره، وهذا ما جسده القارئ والمنشد أحمد عبد الحميد، فرغم ظروفه الصحية إلا أنه استطاع أن يكون مختلفا بفضل صوته العذب وحسه القوي وأدائه المميز في الإنشاد، فضلا عن حفظه للقرآن الكريم كاملا. ضيوفنا اليوم القارئ والمنشد أحمد عبد الحميد ووالدته عزة السيد عبد العال للحديث عن كيفية حفظه للقرآن وتنمية موهبة الإنشاد لديه. راح يكون عندنا تفاصيل أكثر بإذن الله. بداية نقول لكم حياكم الله معنا الله، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. الله يسلمك. صباح الخير. صباح النور. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. طبعا دور الأم دائما دور عظيم. كلمينا عن دورك في تحفيظ أحمد. هو أحمد حبيبي من وهو صغير لاحظت إن هو برغم إن يعني اكتشفنا إن عنده توحد، لكن ما كانش بيتكلم والتواصل كان عنده مش جيد يعني، لكن كان أول ما يسمع الشيخ القرضاوي أو الشعراوي أو شيوخ القرآن يسيب كل حاجة ويقعد منتبه جدا. فلاحظنا حبه للموضوع ده، وطول اليوم برضو برغم إنه ما كانش بيتكلم، لكن كان ممكن أما أجي أصلي مثلا أقول إذا جاء مثلا نصر الله الفتح ألاقيه بيكملها، بيقدم طول اليوم، بيقلد الخطبة بتاعة الجمعة وبيقولها برغم ان كلماتها وضمائرها صعبة. انت عارفة الشيوخ يعني بيتكلموا لغة عربية فصحى، لقيه بيوجدها. فهو ما شاء الله من صغره عنده المهارة دي. جميل. ولقيته بقى بعد كده هو بيغني وبينشد وكده، يعني ما شاء الله عنده ذاكرة حلوة. جميل. طيب أستاذ عزة، يعني احنا نبغي نستغل وجودكم وجود أحمد معنا في برنامج عساكم من عوادة، نبغي نسمع يعني أحمد وهو يقرأ لنا حاجة. هو الأول عايز يهني عليكم. توكلي على الله. نهني الشعب القطري بعيد الأضحى المبارك، ونهني صاحب السمو الشيخ تميم حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. طيب يلا دلوقتي بقى يلا نقرأ قرآن. يلا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا،
والله سريع الحساب. الله جزاكم خير. يعني جميل اليوم احنا قاعدين نشوف هذا الاهتمام الكبير في مثل هذه الفئات، واكيد يعني الشكر موصول لك استاذه عزه على اهتمامك ودعمك. كم استغرق من الوقت لحفظ القران كامل؟ والله هو صغير، كنت انا ببتدي له في عمه يعني، فجبت له مشايخ كتير، وبعدين بعد كده هو يعني في شيخ اداني سي دي ان انا اسمعه له يعني، فلقيته الحمد لله يعني حفظ حتى اللي الشيخ ما ادهولوش، فحصرناه بقى. جميل. حصرناه في العربيه وهو خارج معانا اذاعه القران الكريم او السي دي، في كل الكمبيوترات فوق وتحت متحمل السي دي، الراديو قران، كله قران، فهو حفظه سماعي. هو حفظه سماعي وبيحب جدا هو الشيخ محمد المنشاوي. جميل. وعبد الباسط عبد الصمد وكده، فتبص تلاقيه يعني بينصت يعني، وحفظه بالطريقه دي. جميل. فخد بتاع سنتين ثلاثه كده. جميل جميل. طيب استاذه عزه، احنا نبغى نعرف يعني البرنامج اليومي لاحمد خاصه في البيت، خاصه انه مثل ما احنا عرفنا انه ينشد ويقرا للقران، فنبغى نعرف البرنامج اليومي لاحمد. يعني هو بيقوم الصبحيه كان الاول المدارس، وبعد كده هو لما المدارس ما خدتوش بقى الشفلح، دلوقتي بعد الشفلح بيروح المركز التأهيلي، وبعد الظهر بيروح المركز الثقافي، بينهم بيجي مثلا يتغدى وكده، ونقعد مثلا نسمع كذا صفحة، وبالليل يقعد يغني ويدندن وكده وبس. إذا خلينا قبل ما نختم اللقاء نسمع لا شيء. يلا نغني الله يا عمري قطر. يلا. الله يا عمري قطار، الله يا عمري قطار، الله يا عمري قطار، الله يا عمري قطار، وردة نسماتك عطر، وردة نسماتك عطر، انتي في قلبي حبيبة، وانتي من روحي قريبة، انتي في قلبي حبيبة، وانتي من روحي قريبة، وردة نسماتك عطر، وردة نسماتك عطر، الله يا عمري قطار. الله، يعني كل الشكر لك استاذه عزه السيد عبد العال، وكذلك الشكر موصول لاحمد عبد الحميد، والله يحفظ لكم ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا. طبعا قطر في فتره الاعياد فيها كثير من الاماكن السياحيه والاماكن الترفيهيه، في هذا التقرير راح نتعرف على جزء من هذه الاماكن السياحيه. باتت دولة قطر على مدى السنوات الأخيرة وجهة سياحية مثلى، وإحدى الوجهات المفضلة للزوار والباحثين عن التنوع والتجارب التي يمتزج فيها عبق الماضي بالحاضر والمستقبل، فهي تمتلك كافة مقومات الجذب السياحي التي تناسب مختلف الثقافات، من محميات طبيعية وقلاع أثرية ومنتجعات وفنادق عالمية وحدائق عامة ومنتزهات ومطاعم شهيرة وأسواق تقليدية ومجمعات تجارية كبرى، فضلاً عن امتلاكها صفة أكثر الوجهات السياحية أمناً في العالم. ويحظى الزائرون فيها بفرصة اكتشاف كرم الضيافة والأصالة التي تميز الثقافة القطرية خاصة والعربية عامة. وفي عيد الأضحى تتنوع العروض السياحية في قطر بين السياحة الساحلية والسياحة الصحراوية والسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية وسياحة الترفيه العائلي.
من أكثر الوجهات إقبالاً هي الشواطئ، فقد تم تزويدها بتجهيزات ومبان حديثة متخصصة كشواطئ الخليج الغربي. ولعشاق الاستجمام على الرمال والبحر، شاطئ سيلين يقدم لزواره تجربة متفردة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة من خلال الرياضات المائية ورحلات السفاري الصحراوية وركوب الخيل والجمال، بالإضافة إلى كرة الطائرة الشاطئية. وفي الجانب الشمالي من قطر، افتتحت قطر للسياحة شاطئ فويرت للألعاب المائية وركوب الأمواج، بجانب توفير رحلات متميزة لمحبي السياحة البيئية من خلال زيارة محمية ذخيرة التي توفر رحلات قوارب الكياكي لزيارة الجزيرة الأرجوانية والوصول إلى أشجار المنغروف ومحميات الطيور الطبيعية، إضافة إلى الجولة التاريخية التي تأخذ عشاقها إلى قلعتي زبارة وزكريت التاريخيتين. ميناء الدوحة يتيح لزواره استكشاف ميناء رائع بطراز يجمع بين القديم والحديث فور وصول بواخرهم. سوق واقف، السوق الشعبي القديم، يقدم جواً رائعاً للاحتفال بالعيد والاستمتاع بالأجواء. متحف الفن الإسلامي وكورنيش الدوحة ومتحف قطر الوطني تجتمع جميعها في مكان واحد، ويمكن التنقل بينها بسهولة ويسر. وعلى الكورنيش نكون على موعد مع الألعاب النارية في كل مساء في العيد. الحي الثقافي كتارا يقدم في العيد عروضاً حية تجذب الصغار والكبار على حد سواء، ليشعر جميعهم بأجواء العيد وتتزين سماؤه بالألعاب النارية. مدينة اللؤلؤة ومدينة لوسيل تتمتعان بمرافق فاخرة وعروض ترفيهية واحتفالات مميزة. وفي المجمعات التجارية تقام حفلات وعروض تجعل الجميع يستمتعون ويشعرون أن العيد في كل مكان. الإعداد الجيد والمدروس لمختلف أنواع الفعاليات الترفيهية التي تقيمها الدولة على مدار السنة ساهم في استقطاب المزيد من السياح، كما أدى ذلك إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي القطري الذي أصبح له حضور واضح ومميز. الحمد لله على نعمة قطر، عندنا أماكن كثيرة سياحية جميلة نقدر نودي عيالنا، نقدر إحنا نرفه عن نفسنا ونعرف شلون نستغل الوقت. هذا أهم شيء، شلون نسعد أنفسنا، نسعد اللي حولنا. وبنتكلم بشكل أكثر عن استغلال الوقت في فترات العيد، التربية الصحيحة لأبنائنا، مع مدربة التنمية البشرية أبرار الجناحي. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف صحة وسلامة. يا الله يسلمك، واحنا سعيدين بتواجدك معنا أستاذ أبرار. يعني فعلا اليوم مع هذا التطور، مع هذا الزحام اللي احنا قاعدين نشوفه في حياتنا بشكل يومي، نبغي نعرف احنا دور الأسرة في يعني توجيه الأطفال أو النشأ اتجاه السلوكيات الصحيحة. شوفوا، دائما احنا نقول ان الإنسان يتعرض حق موجة مستمرة من البرمجة في حياته. أول برمجة وأعمق برمجة ترسخ في الطفل هي برمجة أهله، خصوصاً العائلة الصغيرة اللي هي أمه وأبوه وإخوانه. فهذا دورهم من الأدوار المتأصلة في نفس الإنسان. إذا إحنا ما استغلينا هاي الدور راح يعبيه بأدوار ثانية من المدرسة، أصدقاء وغيره. فأنا أشوف إن إذا أنا عندي أسرة صغيرة لازم أتأكد 100% إن تأثيري على هاي الأطفال اللي حولي اللي هم في رعايتي تأثير بالغ جداً، راح يترك في نفسهم انطباع ما راح يسهل إنه ينزع منه لما يكبر. يعني الأهل ممكن يعلمون عيالهم إنه يكونون قليلين أدب أو مؤدبين جداً أو محترمين أو اجتماعيين أو انطوائيين، هاي كلها يأتي من العائلة الأساسية الأولى. فأنا ما أشوف إلا إن الدور الأهل والعائلة القريبة دور وايد فعال وباقي تقريباً المدى الطويل من حياة الأطفال. بما ان احنا في فترة عيد، واحنا كنا نتكلم تحت الهواء عن موضوع العيدية، وكان النقاش اللي بيني وبينك أبرار انه
يمكن يعني أنا أبي أعطي عيال نايف بما أن مثلاً هو زميلي وأقرب وكذا، وبعطي عيدية حق عيال نايف أكثر من أني أنا أعطي عيدية حق عيالك. ليش أزن هالمحسوبية هي على حساب اليهال؟ لا بس نايف يعني نايف بيشيل معاي حلقة مثلاً، نايف موجبني يسأل عني أكثر من أبرار اللي ما تسأل عني، بعطيهم مجاملة يعني بعطي عيالة. في طفلين وراء بعض مثل ما كنت أقول لك بيوني حين يستلمون منك عيدية، هم نفس العمر، ليش هاي ياخذ 200 هاي 50؟ هو يشوفها وتحس تحز بخاطره فيبدأ يتساءل مع نفسه، أنا ليش يحبوني أقل؟ أنا شنو فيني مشكلة؟ هو طلع ما عنده، هو عنده مشكلة، هو في مشاكل اجتماعية بين الأهل. فأنا أشوف إن اليهال خصوصاً لما يجون مجموعة يبون يستلمون عيدية على الأقل نعطي نسدد ونقارب بين الأرقام، لأنها تأثر وايد في نفسية الطفل وإحساسه بالاستحقاق، إنه يمكن أنا لأني ما أستاهل، هو يستاهل أكثر مني. تطلع في النهايه القصه ان انت تحبين امه اكثر من يعني ما في الا نخليهم يروحون مجموعه لا الحين يحطونهم في اظرف فانت ما تدري اصلا كم عطوا اي هذه بعد حرك يحطونها في اظرف بس لا عموما مثل ما قلتي حلو ان احنا نوضح مثلا انا عطيت محمد لان محمد اكبر منك عمرا فكل اللي في اعمار محمد نقول 13 سنه او 14 سنه بعطيهم اكثر أنت اللي 7 سنوات أو 8 سنوات بعطيك أقل لما توصل عمره أنا راح أعطيك مثله وفي بعد حركة اللي لما يصير عمرهم 13-14 في ناس خلاص يوقفون يعطونهم أي عيدية كأنه كبرتوا زي حرام يعني يحسبنا شنو فرقي أنا عن سنتين اللي راحت لا إحنا ليه ما طول ما هو يدرس وما يشتغل يأخذ عيدية أي مفروض طيب أختي أبرار يعني احنا نعرف اليوم يمكن ذكرنا ان اليوم حياتنا فيها عباره عن كثير من المشاغل كثير من الاهتمامات سواء كان داخل البيت او خارج البيت لكن اليوم مثل هذه الاجازات مثل هذه المناسبات ممكن تكون فرصه ان احنا اليوم نجلس مع الابناء والعيال ممكن يتم يعني تعويض عن الايام السابقه نبغى نعرف اهميه الجلوس مع الأبناء خاصة في الأعياد في المناسبات يعني لتوجيههم لمعرفة يعني اهتماماتهم مشاعرهم احنا دائما نقول ان صدمات الطفولة المؤلمة هذه تبقى في النفس فترة طويلة وتأثر على العلاقات الاجتماعية لكن ننسى نقول ان اللحظات الجميلة والذكريات الحلوة لما تبقى في النفس تبقى بأثر 3 أضعاف عن الصدمة والألم اللي ظل في نفس الطفل تبني حصانة وتبني مناعة نفسية عند الإنسان هذا وايد راح تخدمه في سنوات عمره اللي جاية فلذلك إحنا لازم نستغل هالفرص وايد من أكثر الفرص اللي تساعدنا إن إحنا نبني ونترك ذكريات جميلة في نفوس أطفالنا اللي إحنا نعتقد إنها هي شيء عادي تمر عادي لكنها حرفيا تبني مثل الحماية الكبيرة لهم لما يكبرون يصير عنده ثقة بنفسه قدرة أنه يحس أنه هو محبوب مرغوب تعطيه انطباع أن الدنيا قدامي سهلة أنا أقدر أتعامل وأتفاعل مع الحياة بسهولة لأني أنا حصلت مشاعر وذكريات ومواقف جميلة من أهلي فمثل هاي المواقف اللي هي العيد والمناسبات الاجتماعية لها دور أساسي وأصلا تعتبر مثل وسيلة مساعدة أن إحنا نعطيهم هذه الذكريات وهذه المشاعر الجميلة لا. كلنا عندنا مثلا ذكرى أو مواقف صارت لنا وإحنا أطفال للحين موجودة في نفسنا وتعطينا إحساس أنه والله أنا يديتي كانت تعطيني أكثر فلوس أو أنا يديتي في العيد كانت تتهلي وترحب فيني غير عم وهذه الذكرى موجودة لين اليوم ممكن بنتها عمرها 40 أو 50 وللحين تتذكرها هذه تلاقينها هالذكرى بنت عندها جزء كبير من ثقتها بنفسها غير عن باقي الذكريات نعم في جزئية اللي بنلاحظها في الجيل الجديد يمكن أو يعني من الجيل الجديد اللي يقولون لك والله العيد ملل زين أنا شلون أغير هذا المفهوم عند بنتي أو عند ولدي المراهق احنا لازم نبدل مفهوم الملل اللي أنا أسمعها وايد عند الأطفال وايد فكرة الملل فكرة زينة ترى هي عندنا كانت متوفرة بكثرة في جيلنا يمكن نصغر وهي تعتبر وسيلة إن إحنا نخترع ألعاب جديدة صحيح.
اليوم الأطفال لما يقولوا لي ملل أقول لهم ملل شيء زين، الملل عادي، حسي بالملل، الملل يخليك تطلع من الإطار اللي أنت لازم دائماً طول وقت فيه تغذية حماس عليك وتبدأ تكتشف شنو ممكن أنا أسوي، لأن هي مرحلة انتقالية الملل بين أني أنا أتلقى وأتلقى إلى أني أنا أبدأ أبدع وأطلع أفكار جديدة. فأقول لهم حسوا بالملل شيء أوكي، خلوا الملل شعور عادي لازم نحس فيه أحياناً وما نشيطن هالشعور ونعتبره شيء سيء ولازم نغيره بسرعة. فحسوا فيه لأنه هو وسيلة تخليكم تبدعون في شيء ثاني جديد. نعم، يعني فعلاً مثل ما أنت ذكرتي السيدة أبرار الجناحي، فكرة ومبدأ الملل ممكن يكون حافز أو طريقة أو وسيلة أن الطفل يبدع يبتكر أمور كثيرة. فكل الشكر لك أستاذة أبرار الجناحي مدرب تنمية بشري، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، هلا وسهلا فيكم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. خلاص. مشاهدين الكرام، يعني نقدر نقول ان احنا وصلنا معاكم الى ختام حلقة اليوم من برنامجكم عساكم من عواد، وبإذن الله راح نشوفكم في يوم غد في حلقة جديدة بإذن الله. نشوفكم على خير.